بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من شهر قبل البطوله كنا بنتكلم ان الاتحاد الافريقي كده كده هيجامل سامويل ايتو. يا جماعه ما تتصدموش لو الاتحاد الافريقي جامل ايتو والمنتخب الكاميروني، لان سامويل ايتو هو واحد من اهم الاسباب ان البطوله دي تتلعب دلوقتي، لان الاتحاد الافريقي لو كان عليه كان عايز ياجلها، فايتو هو اللي قفش والاتحاد الافريقي ساند موقف سامويل ايتو. واول ما موتسيبي ما وصل الكاميرون قال لك يا جماعه مبروك هنلعب بطوله افريقيا. فكده كده موضوع مجامله الكاميرون واضح وباين من اول المشوار السهل قوي لحد دول اربعه. حتى لما وصل دول اربعه وصل قدام المنتخب المصري نلعب بقى مباراه كبيره، لا معلش اروح اجيب له بكاري جسامه. بكاري جسامه مش ضرب الحكم الملاكي بتاعنا اللي هو لما بحب اكسب فرقه على ارضها بجيب لها بكاري بالجسامه؟ اه هو بكاري جسامه بتاعنا. طب معلم يعني انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا جاي لك اساسا من غير خط دفاع وجاي لك من غير حراس مرمى، ده انا عمال ادي لابو جبل في حقن علشان خاطر يلحق الماتش، وقاعد مش عارف امسك مين ايكامبي وامسك مين فينسنت ابكر، وهنعمل ايه في العرضيات يا باشا؟ انا كده كده عندي اتنين مدافعين قصيرين وعندي حارس مرمى هيلعب وهو كده كده مصاب، فانا مش محتاج كل الفيلم الهندي ده معلش. وبعدين يعني معلش برضو عايز اقول لك حاجه، اه احنا اللعيبه طمعتنا في البطوله بس ما عندناش اي مشكله والمنتخب المصري خرج، بس نخرج ككوره لو سمحت، مش تخرج كتحكيم ونخرج كحاجات زي اللي شفناها الماتش اللي فات كده يعني في مباراه المغرب، لان انا برضو هفضل لسه مصمم ان احنا مباراه المغرب الحكم كان جاي علينا بزياده قوي. بس بصراحه لما سمعت ان بكاري جسامه انا خفت بصراحه، يعني كنت اقول لك ايه انا مش هنشوف اكتر من اللي شفناه ماتش المغرب وسوء مستوى حكم المغرب، بس لما سمعت بكاري جسامه عرفت ان احنا مش هنشوف. احنا كده موضوع الوصول للنهائي ده مش مكتوب لنا واضح كده. اتمنى ان الاتحاد الافريقي وسامويل ايتو ما يكونش مطبخينها سوا مع بعض بحيث ان المنتخب الكاميروني يوصل للفاينل، لانه واضح جدا ان المنتخب الكاميروني بيتم دعمه بطريقه غير طبيعيه من الاتحاد الافريقي، وبيتم دعمه بطرق غير مباشره علشان خاطر يطلع واخد البطوله. بس يا رب يخيب ظننا، يا رب يخيب ظننا. احنا ما بنتلككش كتحكيم، لا يا باشا معلش انا داخل كتحكيم وكاصابات، وكان احنا اساسا مش جايين ناخد بطوله، بس كل اللي احنا عملناه ده في البطوله بالنسبه لك المصري انجاز وكان يكون اعجاز، لان احنا مش متخيلين ان احنا ممكن نوصل للمرحله دي. بس ان شاء الله ربنا خلاه في الظنون وان شاء الله نقدر نكسب ونوصل للفاينل. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، لو شايف ان احنا ظالمين بكاري جسامه فان شاء الله باذن الله نطلع فعلا ظالمين بكاري جسامه ونطلع الراجل مش ظالم ولا اي حاجه، ويمكن الماتش ده الوحيد في مسيرته اللي يقرر فيه يوتيوب وما يخدمش اصحاب الارض. بس ربنا يستر، ده انا عارفه من ايام زمان قوي اي حاجه ضربات جزاء على ابوه، ربنا يستر والله ربنا يستر.